فرحانة؟ أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من إيه؟ يعني أنا أكبر منك. أنت صغيرة وأنا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قل لي يا حسن، انت اتجوزتني عشان بتحبني ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي انت. نعم. ليه كنت بتبص علي من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح ما روحي؟ اقول لك وما تقولش علي عبيطة؟ قولي قولي. أول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعقلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وانا اقدر؟ طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وساعد برعي ليه ما خفتيش من النار الجايده؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقفه. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جتتك. تعالي. تعرف انا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوك. انت هتفضلي طول عمرك دفيانه بقلبك اللي ربنا منورهولك ولانك راضيه بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبله، حد يبقى معاه شنطة مليانة فلوس ويقول ما عاوزهاش؟ أنا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، أنت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنية بقلبك الأبيض. قلبي أبيض؟ عشان أنا بيضة. وأنت بيضة؟ أمال أنا إيه؟ أنت حمرا. 70 جنيه. غالي يا حاج. الغالي ثمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ده كربطت متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحة يا حاج والحمد. هتطلع منه سليقة بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامة. ألو. أيوة يا حسن، عوقت ليه؟ عوقت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر. الباقي ليك. اتفضل الجنديل المشوي. تسلم اليد اللي شان. حلو. عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. تعرف يا حسن، انا ما شفتش جوزي غير ليله الدخله، لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. أول ما جه يجرب مني قطعت وشه بطفرتي
وقعدت اصرخ اصرخ زي المدبوبه. راح ماسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكت لهم في الدباب، عملت انه بسم الله الرحمن الرحيم، ركبني اللجوة مني، قام طلقني وهج. قلت لي ان عيالك ماتوا. عبد الله، عبد الرحمن، شيماء، أمه كريمة. شفت النار جايدة في البيت، جريت ما قدرتش عليها، ماتوا كلهم، ما قدرتش أعمل لهم حاجة. عند ربهم يا أخويا، ادعي لهم إن ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم. حسن، أنا بحبك قوي قوي. وليه البكية دي لك؟ عشان فرحانة قوي، الدنيا كلها ما سايعنيش. أنا دلوك بس حسيت كدي أنا غالية عندك. دلوك بس؟ دلوك بس ندمت إنك حكيت لي. لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوقتي. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك، قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. الو، ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايمة. لا لا لا، أنا صحيت خلاص. إيه؟ لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقولة كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا، ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. أهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي ايه يا مراتي؟ هو انا مش مراتك وليا حق عليك؟ يعني اعرف ان انت اتجوزت، حقك. انا ما كنتش هعترض، بس انا كمان ليا حق عليك. يعني تتجوزني اسبوع وانا مش داريانه بنفسي بذمتك، مش ده ظلم؟ مفيش فايده، الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. انت السبب، انت اللي خليتني احبك. انا بحبك بجد يا خلف، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. خلف. لا لا خلف. ما
الو داري، انا زعلان 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 كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. مدام وحشتك؟ عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت، وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي بسرعه يا بادي. باي. يلا يا دادي. ايه الحلاوة دي؟ داري اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل يبقى انا. اسمع يا ابو جردان، انت مرتي ترجع بيتها قبل اي شيء. ايه العسل ده؟ دادي تفضل يا دادي. تفضل يا دادي. يا بركة يا قمر يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك موزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه. بس أنت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في أي وقت وتطلب اللي أنت عايزه، كله تحت أمرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبة للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل.
برضه.